اشتباكات عنيفة بين الشرطة وبين منظمة تسامي لاستقلال إقليم كاتالونيا. طبعا حاولوا قبل الماتش وأثناء المباراة، لكن الأمن اتصدى ليهم. بعد المباراة حاولوا اقتحام البوابات، إلا أن برضو الأمن منعهم بس أحرقوا المتاريس. وما زالت الاشتباكات جارية حتى الآن، وانتهت المباراة بتعادل مخيب الأمال لبرشلونة على أرضها. فعلا شابوه لزيدان، صراحة قدر يوقف ريال مدريد تاني على رجلها ويقدر يصمد قدام الفريق الكتالوني العظيم.